انا دلوقتي نزلت من الميكروباص، طبعا بقعد في تاني كرسي عشان اول كرسي ده بيلم الاجره، ما حدش يلم الاجره اصلا. طبعا بصوا المحل قصادي اهو، هبدا ان انا اروح دلوقتي. بس واحده قافل، هو قافل. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ساره سيد. فيديو النهارده عشان الموسيقى ده يعدي بس. النهارده هعمل فلوج كده في المنصوره، بقالي كتير ما خرجتش، فقلت اخرج انزل اشتري شبشب. خروجه تافهه بس يعني ايه، عارفين اللي هو ايه، عايزه اخرج فهنزل اجيب ده. وبالمره قلت اوريكم بقى ايه الدنيا ماشيه ازاي في المنصوره هنا. انا لسه ملبستش الكمامه فصوتي واضح، فلسه هلبس بقى الكمامه عشان طالعه دلوقتي على الشارع الرئيسي، فهلبس الكمامه وهرجع لكم تاني. انا لبست الكمامه اهو، حاسه ان انا قعدت ادور على الكمامه في الشنطه، كنت خايفه ان هي اكون نسيتها، حسيت ان انا لازم اغير البنطلون مش عارفه ليه. الحمد لله لقيت الكمامه. بصوا بقى انا دلوقتي هوريكم الكوبري، هوريكم المنصوره من اولها كده. ده كوبري كده شبه كوبري امبابة بس بتاع العربيات، بس اللي قصاده ده بقى شايفين اللبني ده، ده كانه كوبري امبابة بالظبط، بيمشي عليه القطر وبيمشي عليه الناس، عاملين جزئين يعني. وده النيل، ده الكوبري بقى بمشي اعتبر كل يوم عشان اشوف بقى انا رايحه فين. دي اول ايه، اول حاجه عشان الناس اللي بتقول المنصوره فلاحين، لا مش فلاحين خالص والله. اهو شايفين، انا كنت فاكره زيكم، كنت فاكره ان المنصوره دي كلها فلاحين وانا هروح اعيش في الوبا. لا هي زي القاهره بس صغيره، مفيش حته فلاحين في مصر يا جدعان، حتى خط الصعيد كله حلو، كل حته حلوه يا جدعان. مش عايزين ايه تنمر على الناس يعني، يا ريت. اهو شايفين الكوبري هناك اهو، بتعاد بمشي منه برضو كتير لان انا بيتي هناك اصلا. هروح اسحب فلوس من البنك اللي هناك ده عشان انا مفلسه، معيش غير 25 جنيه في جيبي طبعا الميكروباص. هروح اسحب فلوس ونشوف هنعمل ايه تاني. محفظه دلوع الفلوس علي 200 جنيه، حلوه قوي. طبعا سحبت الفلوس الحمد لله، بقيت غنيه دلوقتي الحمد لله الحمد لله. بصوا بقى دلوقتي هركب عربيه مخصوص بتاعه الميكروباص ابو 2 جنيه، كان بجنيه ونص بقى بس بقى ب 2 جنيه. زحمه على الاخر اهو، هركب ونشوف هنعمل ايه. العربيه هي واقفه مستني يعني، رايحه جامعه اهي. استنى عشان رايحه ناحيه الجامعه، اصبر. جماعه وين الجماعه؟ يا جماعه جماعه وين الجماعه؟ يا جماعه جماعه دلوقتي نزلت من الميكروباص، طبعا بقعد في تاني كرسي عشان اول كرسي ده بيلم الاجره، ما بحبش الم الاجره اصلا. طبعا بصوا المحل قصادي اهو، هبدا ان انا اروح دلوقتي. بس واحده قافل، هو قافل. اصبروا كده، اصبروا اصبروا. يا عيني ده اتصدم، المحل قفل يا جدعان، ده انا نحس قوي اقسم بالله. يا نهار ابيض مش عارفه اعمل ايه. طيب يا جماعه هو المحل قفل خلاص، قفل خالص. بيقولوا اقرب حاجه بقى ليكي لطنطا، اكيد مش هروح طنطا عشان الشبشب يعني. بص انا متضايقه بجد، انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. هشرب بقى كان زيت البيبس اللي انا اشتريتها وكده، نشوف هنعمل ايه، اشوف بقى اشتري ايه، اشتري شبشب منين، لان كان في شبشب معين انا عايزاه اصلا، مش اي حاجه، مش نازله اهبل وخلاص. انا كان قدامي هدف عايزه اصيبه وللاسف الهدف اصلا قفل خالص. شوف هنعمل ايه، وهوريكم انا ماشيه فين بس عشان ايه تبقوا فاهمين الدنيا معايا ماشيه ازاي وتخرجوا معايا بالمره. اللي في وش ده نادي الجزيره، بنيجي نصلي صلاه العيد هنا. لما كان في صلاه عيد ان شاء الله ايه عمليا هيبقى في صلاه عيد تاني.
طبعا انا ما بعرفش اشتري اي شيبسي من اي مكان، فدي مشكله كبيره. او جزمه عموما هي الاسعار واحده، فانا نزل بقى اشتري الحاجه اللي انا ضمنها احسن، اللي هو قفل ده اصلا. احنا لازم نلتزم بالكمامة يا جدعان، لازم. يا جماعة انا لقيت بيكسي في وشي، فهدخل اشوف كده اي حاجة عنده، اشوف في الدنيا في حاجة تعجبني ولا لا. مش قادرة اطلع والله، مش قادرة اطلع. السلم عالي، انا خلاص كبرت. استنى هدخل اهو، دخل اهو. النوع ده انا جبته قبل كده وبوظ، والله بوظ من نفس المحل. لا كان من ديجافو كمان. يا جماعه زي ما طلعت وزي ما نزلت الشبشب اللي انا يعني والله زيه بالظبط، كان في جريتر اللي هو شفاف كده وارضي، يعني شبشب حلو بس ما يستاهلش 350 جنيه. انا لقيته في بيكس دلوقتي ب 350 جنيه، فاكيد انا مش هشتريه اصلا عشان هو كان في جريتر ب 150. فانا يعني هنشوف برضه هنعمل ايه. قلعت الكمامه، قلعت الكمامه، حاسه ان انا بقول احد احد والله. خلاص اتخنقت مش لا. وكمان يعني مش عارف. بص انا سمعت ان ريد تاك عامل سيل 70%، فقلت تعالى نشوف ننزل نشوف فيه ايه كده. فانا رايحه له دلوقتي واخدكم معايا واوريكم السيل ماشي ازاي. اهو هقف قدامه كده، محدش هيعرف يتكلم معايا طبعا. انا واقفه ده بره المحل بشرب الكنزات. بص والله بص هيبص لي اهو، شايفين؟ نشربها بقى نخلصها ونخش على المحل. قصير القسم بتاعي هو يا جماعه، عشان ايه هو لسه موجود، ممكن يكون نزل عليه خصم اكتر بقى. لا ب 419 زي ما هو، بس هو ده بتاعي اهو، عشان ايه اللي سالت عليه هو لسه موجود. موجود قطعه واحده بس بقى، خلاص تجري بسرعه جيبوه اضربوا بعض قدام المحل عشان تلحقوا القطعه دي. نصيحه مني ليكم يعني، حاولوا تقطعوا بعض كده، تقطعوا بعض عشان تاخدوا الفستان ده. مفيش حاجه هيطلع الجنيه اصلا. ايه هي ايه علم مصر دي؟ 200 جنيه؟ طيب شوف اي حاجة. وحشة جدا، وحشة قوي والله، وحشة قوي. بس انا وصلت حتى ركبتي يا جدعان، ركبتي. خرجناها محترمة في مكانها، اكيد واحدة محترمة هتشتريها غيري، انا مش ماليش في الكلام ده. بصوا يا جماعة دي مشاية من فوق، شايفين المحل ده؟ هذا بتاع برجر، هو اسمه ايه؟ اسمه بروكلين. تعال نخش ماشي ونشوف فيه ايه. تعالى يا لوكو، تعالى. هو شافني مش لابسه الكمام فبيبص لي بصه شر كده، رحت حاططها على بقي بقى. نسيتها اقسم بالله يا جدعان، نسيتها. طب انا ما لقيتش شبشب شفافه، اشوف شنطه شفافه. شنطة كبيرة أوي، أنا عايزاها صغيرة. أنا عايز شنطة صغيرة ملهاش أي 60 لازمة، يعني ألبسها كده بس جوزي يشوفها يقولي مش هديكي فلوس تاني. الشنط كلها كبيرة، مفيش شنطة اللي أنا عايزاها كمان. حلو الشنط دي بس 150، حلو والله.
ما فيش. هو اللي هنا بقى قسم بقى ايه ده؟ قسم اطفال طبعا، عشان احنا طرفين ممكن نشتري منهم اي حاجة، بس انا مش تافهة، انا انسانة مهمة وبشتري حاجات مهمة. انا ما لقيتش حاجة برضه في المحل، قال لي الشنط اللي انت عايزاها خلصانة عشان انت نحس. ماليش كده طبعا، بس هو يعني ايه بصت عينيه بتدل على كده. بصوا انا دلوقتي لقيت شوم، هخش كده اشوفه، خصم 50%، فهل يا ترى الاقي شبشب بنفس السعر اللي انا عايزاه ولا لا؟ انا مش عارف. انا كده اتفرج من بره، هو البدايه مش مبشره اصلا، بس تعالى نخش وخلاص. بص انا كنت ماشيه كده وخلاص هروح، لقيت ترانوفا فتح تاني. هو كان قفل عندنا فتره طويله قوي، حتى انا اتكلمت في الفيديوهات بتاعتي كلها ان ترانوفا قفل. لا هو رجع فتح تاني، هو وحياة ربنا. وبصوا اهو هخش بقى اشوف في ايه الجديد. طب تصدق انا فرحت والله، بليتر قفل بس ترانوفا فتح. تعالى نخش بقى نشوف هو بيبقى ايه. بص البنات واقفين قدامه بيتجننوا، يقولوا ترانوفا فتح، ترانوفا فتح، اجروا عليه يشتروا كمان. لا دول شارين اكل. ايه الافوره اللي انا فيها دي؟ نرجع بالكتاب دي، يلا بينا. نفس الحاجه سبحان الله، شنطتي اهي نفس الحاجه سبحان الله. ما قفلت ليه؟ مش عارفه، مفيش حاجه عجباني هنا، مفيش حاجه عجباني. استغفر الله، لازم اوقع، لازم اوقع. الحاجات اللي فيها قصيره، بصوا شورت اعمل بايه ده بقى؟ ده حتى لو لبسته في البيت يضيق. تعالى نطلع يلا زي ما احنا، انت لابسه ده يلا. مش عارفه كم محلات تاني بتاعت شباشب بقى وجزم وتقريني ولا لا. انا حاسه من كتر ما انا ما بنزلش انا نسيت المحلات والله، ونسيت السوارع، نسيت كل حاجه. بحس ان انا ببقى ماشيه في الشارع بفتكر انا هروح فين، او يعني بفتكر المحل لما بمشي قدامه صدفه كده، اقول ايه ده انا قدام كذا، ايه ده انا قدام كذا. حصل في الدنيا يا رجاله، يا رب يا رب استرها معايا يا رب. انا واحد مش فاكر اي حاجه خالص. هو حد زيي ولا انا جالي فقد ذاكره مؤقت بسبب بقى لي 4 شهور 5 شهور ما نزلتش النزوله دي؟ مش عارف، كل حاجه نسيتها والله، نسيتها بجد. هو انا بصه في ايه؟ كل حاجه نسيتها دلوقتي. بصوا سامحوني لو قلتلي مش بص في الكاميرا كتير، انا اسفه، بس افهموا ان انا نفسي ابص لكم، افهموا ان انا عايزه ابص لكم، بس انا ببص الناحيه الثانيه عشان ده تخلف مني. بس انا ما لقيتش اي حاجه من اللي انا عايزه اشتريها، بس انا يعني حاسه ان انا بقيت فرحانه شويه عشان انا ايه بقالي كتير ما خرجتش، ففرحانه وحياه ربنا ان انا نزلت. ما اشتريتش حاجه، اشتريت كان زيت بيبس وخلاص، بس الفلوس في جيبي. طيب كده يا جماعه كنا في نهايه الفيديو. دي الكليه، دي جامعه المنصوره، دي جامعه المنصوره كده قدام جامعه المنصوره اللي هي في المشايه اصلا. ماشي انتوا اهم حاجه كده شفتوا حته كبيره من المنصوره، منطقه كبيره من المنصوره، دي المنطقه المشهوره ان اي حد بيخرج فيها واي حد عايز يشتري هدوم بيجي يتفسح فيها وبيشتري. انا كده خلصت خلصت الفوجة او الفسحه بتاعتي، واهم حاجه اللي انتوا شفتوا المنصوره معايا، وشمينا هوا، شميت انا هوا، انتوا ما شميتوش هوا، انتوا قاعدين في البيت. بس حاولوا تتمشوا شويه، يعني تعملوا الاحتياطات بتاعتكم وتتمشوا برضو. ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واعملي لي اشتراك، يعني اعملي اشتراك حتى عشان انا ايه ما لقيتش الحاجات اللي انا عايزه اشتريها. ماشي نجري بقى من محل الالعاب ده عشان ابني ما يشوفش. الحمد لله عدينا بسلام. طيب هشوفكم بقى الفيديوهات الجايه، يلا باي باي. اجري واجري، اجري 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 من هنا. نعم بصوا انا ما روحتش، انا رحت مول جامعه بلازا اللي في المنصوره، قلت اعدي عليه بالمره واشتريت شبشب. هو مش زي اللي انا عايزاه بالظبط، بس قريب منه قوي، وكمان كان عليه سيل.